السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا سنة أولى معاكم زميلتكم سعاد العاصي. هنرجع مع بعض بسرعة كده في الفيديو بتاعنا ده عن توتوريال انزيمز. هنبص على السلايدات اللي احنا شرحنا عليها وبسرعة كده نلم الدنيا مع بعض. أول حاجة احنا قلنا ايه اللي هناخده في التوتوريال ده، قلنا هناخد الديفينيشن بتاع الانزيم، قلنا هناخد البروبرتيز والميكانيزم اوف اكشن الكلاسيفيكيشن، قلنا هناخد الفاكتورز اللي بتأثر على الانزيم والانزيم انهبيتورز والانزيم ريجوليشن. أول حاجة قلت لكم حابب أبدأ بيها التوتوريال بتاعنا، قلنا يعني ايه كاتاليست، هو اللي هو العامل الحفاز. لو انتوا فاكرينه العامل الحفاز احنا قلنا ان هو مادة عضوية اورجانيك سبستانس، اهي اورجانيك سبستانس بتدخل تفاعل كيميائي علشان تقلل الطاقة اللي بيستخدمها التفاعل الكيميائي، فهو اورجانيك كومباوندز that lower the amount of activation energy required for the molecules in living cells. يعني هو كمان بيطلع بس من ايه، من living cells، يعني خلايا الكائنات الحيه، علشان تتفاعل. يعني يبقى بسرعه كده الكاتاليست ده هو اورجانيك كومباوند بيستخدم عشان تقلل من طاقه التفاعل الكيميائي. اما السبستريت هي الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم، فهي السبستريت هي سبستانس even which an enzyme acts to convert it to a product. يبقى هي الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم علشان يحولها لي للبرودكت. الانزيم يعني ايه بقى، قلنا الانزيم، نركز مع بعض بقى كده، قلنا الانزيم ده اورجانيك سبستانس لانه ماده عضويه مكونه بالفعل من الكربون والهيدروجين، فهو اورجانيك سبستانس بتزود سرعه التفاعل الكيميائي زي ما انا قلت. يبقى هي ايه كده كاتاليست، بتقلل لي طاقه التفاعل الكيميائي اللي انا بستخدمها، عشان هي بتعمل ايه، بتسرع التفاعل الكيميائي، يبقى ذات سبيدز اب ذا كيميكال رياكشن، عشان كده بتقلل الطاقه اللي انا بستخدمها. واهم حاجه فيها وزود بينج تشينج، يعني ايه، لان التفاعل، يعني لان الانزيم يا اولاد لما بيدخل التفاعل الكيميائي بيخرج منه زي ما دخل بالظبط، يبقى بدون اي تغيير، وزود بينج تشينج. يبقى اهم كلمات قلناها ان اورجانيك سبستانس ذات سبيد اب الكيميكال رياكشنز، قلنا وزود بينج تشينج. قلنا تاني حاجه ان هو كاتاليست، ليه، لان هو بيقلل لي من شغل، بيقلل لي من الطاقه اللي بيستخدمها التفاعل الكيميائي. يبقى الانزيم هو اورجانيك سبستانس ذات سبيد اب الكيميكال رياكشن وزود بينج تشينج. وقلنا ايه، قلنا ان هو كاتاليست. قلنا تاني حاجه الامبورتنت بروبرتيز بتاعه الانزيم، قلنا رقم واحد الكيميكال نيتشر، يا اما هيكون بروتين يا اما ار ان اي. البروتين يا اما هيكون سمبل يا اما هيكون كونجوجيتد. الار ان اي بنسميهم الريبوزايم. اما بالنسبه للسبيسيفيتي، دي الخاصيه الثانيه من مين، من قواص الانزيم السبيسيفيتي، الانزيمات على درجه عاليه جدا من الخصوصيه، كل انزيم له شغل معين، فهتعتمد الخصوصيه بتاعتهم على السبستريت، على ماده التفاعل او على الرياكشن نفسه. قلنا الامبورتنت بروبرتيز اول حاجه فيهم مين، الكيميكال نيتشر، اما يكون بروتين اما ار ان اي اللي احنا سميناهم ريبوزايم. قال لنا يبقى زي ما قلنا كده الموست اول انزيمز ار بروتين، بالظبط كده. بس قال لنا اما البروتين ده يكون سمبل بروتين، يعني الانزيم هيبقى عباره عن كتله كده من البروتين، او يكون كونجوجيتد. كونجوجيتد يعني هيبقى فيه منه جزء بروتيني وجزء اخر غير بروتيني. الجزء الاخر الغير بروتيني او الانزيمات اللي بتبقى مكونه من جزء بروتيني وجزء اخر غير بروتيني بنسميهم اما كونجوجيتد انزيمز او بنسميهم هولو انزيم. اما بنسميهم هولو انزيم او كونجوجيتد انزيم. تعالوا نشوف بقى الهولو انزيم. قال لنا الهولو انزيم دول مكونين من جزئين، جزء بروتيني بنسميه ابو انزيم، وجزء غير بروتيني بنسميه ده ابو انزيم، والجزء الغير بروتيني بنسميه كوفاكتور. يبقى الهولو انزيم دول ايه، عباره عن انزيمات مكونه من جزئين، جزء بروتيني بنسميه ابو انزيم، وجزء غير بروتيني بنسميه كوفاكتور. هنا بقى قال لنا الكوفاكتور اللي هو الجزء الايه، الغير بروتيني. قال لنا الجزء الغير بروتيني ربما يكون كو انزيم يا اما يكون اكتيفيتور. الكو انزيم دي بتكون ماده عضويه شويه، يعني قريبه من ايه، من البروتينات، تبقى كومباوند مين او اورجانيك كومباوند. الكو انزيم ده يا اولاد لما هيجي يمسك مع الجزء البروتيني اللي هو الابو انزيم، يا اما هيمسك بروابط ضعيفه او يمسك بروابط قويه. لو روابط ضعيفه فما ادناش عندها، فما ادناش في الكتاب عندنا امثله ليها. قال لنا بس ايه ضر، يعني ربما يمسكوا بايه، لوزلي باوند، بروابط ضعيفه او ايوه روابط ضعيفه او قويه، لمين، للجزء البروتيني اللي هو الابو انزيم. قال لنا الكو انزيم ده بقى لو مسك جامد، فدي بقى لها مثال عندنا في الكتاب، هو التالكتوز انزيم باي كوفالنت بوند، الرابطه اللي بيربطوا بيها بتبقى رابطه كوفالنت اسكولد، بنسميه بروسيست جروب، زي الفاد وزي البي ال بي وزي التي بي بي، دول هتاخدهم. يبقى الكو انزيم بيكون اورجانيك كومباوند، بيمسكوا يا اما بضعف يا اما بايه، يا اما بقوه. يبقى اما لوزلي باوند يا اما تايتلي باوند. لو تايتلي باوند يعني جامد، يعني فلها انزيم عندنا زي البروسيست جروب. اما بالنسبه للاكتيفيتور بقى يا اولاد، اللي هي ان اورجانيك ايون، يعني ايه، يعني انا عندي دلوقتي الجزء البروتيني في الانزيم اللي هو الابو انزيم ماسك فيه، الجزء غير بروتيني بيبقى اللي هي زي ايه بقى، زي الميتال، المعادن، زي الايرون وزي المغنيسيوم، الحاجات اللي هي بقى حديد ومغنيسيوم وكلورايد والحاجات دي، يعني حاجات غير عضويه خالص. قال لنا برده يا اما هيمسكوا بقوه في الابو انزيم، يا اما هيمسكوا بايه، بضعف. قال لنا لو مسكوا بضعف للابو انزيم فدول بنسميهم ميتال اكتيفيتد انزيم. ميتال ايه، ميتال اكتيفيتد انزيم، بنسميهم ميتال اكتيفيتد انزيم. لو مسكوا جامد بنسميهم ميتالو انزيم، بنسميهم ايه، ميتالو انزيم. قلنا بقى الجزء الثاني، يعني السلايد دي شرحت ايه، قلنا الكيميكال نيتشر اول حاجه فيهم، شرحنا البروتين سيمبل او كونجوجيتد. هناخد بقى دلوقتي الار ان اي. الار ان اي اهم قلنا سمول نمبر اوف الانزيم بيبقوا ار ان اي، بيبقوا ار ان اي في الطبيعه بتاعتهم، قلنا سميناهم رايبوزايم. قال لك يا اما لو راحوا قطعوا عند الفوسفودايستر بوند فبنسميهم ار ان اي سبلايسنج. طب ليه ار ان اي سبلايسنج، لان الفوسفودايستر بوند دي بتيجي في الار ان اي، بتوجد فين، في الار ان اي. طب لو راحوا قطعوا لي من بيبتايد بوند، واحنا عارفين من ثالثه ثانوي ان البيبتايد بوند دي بتكون روابط بتربط الاحماض الامينيه مع بعضها عشان تكون بروتين، هو لو راح قطع لي دلوقتي من عند البيبتايد بوند وبالتالي قطع لي من حاجه مكونه للبروتين اللي هو البروتين سينتيز، اثناء تصنيع مين، اثناء تصنيع البروتين، راح قطع من عند البيبتايد بوند بنسميهم بروتين سينتيز. يبقى قلنا في منهم سمول نمبر من الانزيم بيكونوا ار ان اي في الطبيعه بتاعتهم، يعني بنسميهم رايبوزايم. انا بيتقسم لحاجتين، ار ان اي سبلايسنج او بروتين سينتيز. ار ان اي سبلايسنج بيقطعوا من عند الفوسفودايستر بوند لانها موجوده في الار ان اي، بروتين سينتيز البيبتايد بوند لانها موجوده في البروتين سينتيز. البروبرتيز السلايد دي كانت موجوده في الفيديو اللي الدكتوره شرحت فيه. انا الموست اول انزيم ار بروتين زي ما احنا قلنا، علشان كده بقى بياخدوا خواص البروتينات من حيث ان هم هيت لابل، هيت لابل يا اولاد، او ووتر سوليبل. يبقى هيت لابل او ووتر سوليبل
وبيكونوا برسبتيتد، يعني بيترسبوا بنفس الحاجات اللي بترسب ايه، نفس الحاجات اللي بترسب البروتين. قلنا جزء من يعني عباره 16% منها نيتروجين، احنا عارفين ان النيتروجين بيدخل فيه تكوين ايه البروتين، ف 16% منها من وزنها يعني بيبقى نيتروجين. بتبقى انا قلت لكم ايه سبيسيفيتي، لها خاصيه عاليه جدا اللي هي هاي سبيسيفيك انزيم رياكشن، بتبقى عاليه جدا في الرياكشن بتاعها. اما تكون بقى ايه بتعتمد على سبستريت او رياكشن، ده هنشرحه بعدين. انا تشينجد كيميكالي ديورنج رياكشن، لما انا قلت لكم ويزاوت بينج تشينجد، يبقى الاخيره دي ويزاوت بينج تشينجد، يبقى البروبرتيز قلناها. بعد كده السبيسيفيتي قلنا تكون، بالنسبه بقى للبروبرتي الثانيه بتاعه الانزيم قلنا السبيسيفيتي. الانزيمات على درجه عاليه جدا من الخصوصيه قلنا بيتقسموا لخمس لاربع ايه لاربع حاجات من حيث السبيسيفيتي. ابسولوت انزيم، الابسولوت انزيمز دول بيشتغلوا على سبستريت واحده بس، يعني انزيمات بتروح تشتغل على سبستريت واحده بس. زي امثله ايه كده، قال لك الجلوكوكينيز دول بيروح يشتغلوا على الجلوكوز بس، زي اليوريز بيروح يشتغل على اليوريا بس، يشتغل على ماده واحده كانت وان سبستريت يعني، فبنسميهم ابسوليوت. اما لو جروب يعني جروب برضك من اسمها كده بيروح يشتغلوا على جروب ات ريليتد سبستريت زي الهيكسوكينيزس. بعد كده البوند بيروح يشتغلوا على سيرتن بوندز معينه، يعني ايه روابط معينه كده محدده الانزيم رايح يشتغل عندها، ملقاش الرابطه دي خلاص مش هيشتغل. زي البروتيوليتيك انزيم دول بيشتغلوا على البيبتايد بوندز، او اذر هيكسوزس لايبيزس دول بيشتغلوا على الاستر بوند. احنا قلنا السبيسيفيتي ابسوليوت او جروب او بوند، ابسوليوت وان سبستريت، جروب بيشتغلوا على جروب، البوند بيشتغلوا على سيرتن بوند. اخر واحده في السبيسيفيتي اللي هي السبي استيرو سبيسيفيتي، اتوقع ان دي هتيجي يا اولاد، دول بيروح يشتغلوا وان اوف ذا ايزومرز، بيشتغلوا على ايه، على ايزومرز بتاعه السبستريت. زي مين؟ زي ال امينو اسيد اوكسيديز، من اسمها كده هتروح تشتغلي على الامينو اسيد. طب والدي امينو اسيد اوكسيديز بيشتغلوا برضو على الدي امينو اسيد، وعرفتكم ايه الفرق بين ال امينو اسيد والدي امينو اسيد. قلنا طالما هم ايزومرات فالفرق بس بينهم ان هم لهم نفس عدد ايه، نفس عدد الذرات في المركبين اللي هو الدي امينو اسيد والال امينو اسيد، لو عديت عدد الذرات هتلاقيها نفسها في الاثنين. امال ايه بقى اللي اختلف؟ الترتيب. يبقى الايزومرات هم مادتين لهم نفس عدد الذرات ولكن بيختلفوا بس في الترتيب، فدي بنسميها ستيروس بسيفيستي. لو الانزيم راح يشتغل على ايزومرات وان ايزومر نساب الثاني زي ال امينو اسيد يروح يشتغل على ال امينو اسيد بس، اما الدي امينو اسيد اوكسيديز ده بيروح يشتغل على الدي امينو اسيد اوكسيديز. يبقى السبيسيفيستي قلنا ابسوليوت وجروب وبوند، وهنا قلنا الستيروس بسيفيستي كده الرابعه. كده اخر حاجه في السبيسيفيستي، اتكلمنا عن الكيميكال نيتشر دي اول بروبرتي، اتكلمنا عن الستيروس بسيفيستي، اتكلمنا عن السبيسيفيستي دي كانت البروبرتي الثانيه بالنسبه لمين، للانزيم بس. كده البروبرتي خلصت، هناخد الميكانيزم اوف اكشن. ثالث حاجه معانا النهارده، قال لنا الانزيم لما بيدخل التفاعل الكيميائي بيروح حضرته يمسك السبستريت، طالما مسك السبستريت فبيعمل لي عندي انزيم سبستريت كومبلكس اللي تحت معانا ده، انزيم سبستريت كومبلكس. بعد ما التفاعل بينتهي الانزيم بيطلع كما دخل بالظبط، وزود بينج تشنجد، والبرودكت ايه السبستريت بقى اللي معانا اتحولت لبرودكت. ادي الانزيم والسبستريت، الانزيم سبستريت كومبلكس، بعد كده الانزيم والسبستريت اتحولت لبرودكت، البرودكت تطلع والانزيم يفضل زي ما هو بيطلع كما دخل. عندنا في نظريتين بيوضحوا لنا الارتباط بين السبستريت وبين الانزيم، اول سبست اول انزيم في اول ثيوري فيهم اللي هي الكي اند لوك، والثانيه انديوس ديفيت. الكي اند لوك علشان نثبتها مع بعض كده، الانزيم والسبستريت بيكونوا كومبلمنتري، يعني الاثنين متناسقين مع بعض بالظبط. ازاي؟ يعني الانزيم له مكان، السبستريت لها مكان على الانزيم، يبقى السبستريت بيبقى لها مكان على الانزيم، وبتكون نون فليكسبل. يعني ايه نون فليكسبل؟ يعني لو الانزيم بص كده لقى ان السبستريت اللي جايه دي المكان اللي هو عامله ليها مش هيبقى متلائم معاه، فيقول لها خلاص انت مش هتقعدي عندي. اما الانديوس ديفيت ثيوري لا بقى خالص، هما بيكون الانزيم والسبستريت نون كومبلمنتري، يعني ايه؟ يعني الانزيم عليه مكان بس مش متناسق خالص مع السبستريت. طب وبعدين؟ قال لك هو فليكسبل، بيغير شكله علشان ايه؟ علشان السبستريت. يبقى انديوس ديفيت ثيوري بيكون الانزيم والسبستريت نون كومبلمنتري، بيكونوا فليكسبل، بتكون فليكسبل. تعالوا نشوف دي الكي اند لوك ثيوري، السبستريت اللي جايه لها نفس الايه، لها مكان اهوت، يعني الجزء ده هيجي يمسك هنا والجزء ده هيجي يمسك هنا، فنفس الايه نفس الاماكن. نفس الكلام هنا برضو عملوا كومبلكس لان المكان بتاع السبستريت موجود على الانزيم، وهنا السبستريت تحولت لبرودكت والانزيم زي ما هو، الانزيم خرج، الانزيم خرج زي ما دخل، والسبستريت تحولت ايه لبرودكت. اما ده برضو بيقول لك هاي ماينزايم، بيقول السبستريت، السبستريت بتقول دي السبستريت اللي لونها ازرق يا اولاد، وده الانزيم اللي هو باللون الاصفر، فالانزيم السبستريت جايه له بتقول له هاي ذات ماي انزيم، بتقول لنا ايه هاي ذات ماي انزيم، فالانزيم بقى بيقول للجزء اللي عليه ده وات ايفر دونت سي يور نيم اون ات، يعني مش لازم نشوف ان السبستريت اللي جايه دي هي ايه نفس الاماكن اللي عندنا دخلوها، خلاص انا كده كده بتغير ايه علشان خاطرها. تمام يا اولاد؟ يبقى قلنا عندنا نظريتين بيوضحوا لي الارتباط بين الانزيم والسبستريت، الكي اندروك والانديوس ديفيت ثيوري. الكي اندروك بيكون الانزيم والسبستريت كومبلمنتري، والنظريه دي نون فليكسبل، الانزيم بيكون فيها نون فليكسبل يعني ريجيد قوي، اللي هو لو ما جيتيش بالشروط اللي انا قايل عليها خلاص ما تجيش. اما الانديوس ديفيت ثيوري نون كومبلمنتري وبتبقى فليكسبل. تعالوا بقى ناخد المود اوف اكشن برضو، قلنا احنا طبعا عارفين من اول ما دخلنا اول ما شرحنا يعني ان الانزيم بتكون كاتاليست، عوامل حفازه، فبتعمل ايه العوامل الحفازه؟ بتقلل من طاقه التفاعل الكيميائي، لوينج اوف اكتيفيشن انرجي، اكتيفيشن انرجي از ديفايند از انرجي ريكوايرد تو علشان تحول لي كل المولكيولز بتاعه الرياكشن سبستانس فروم جراوند ستيت تو ترانزيشن ستيت. الترانزيشن ستيت دي بقى يقصد بيها الانزيم سبستريت كومبلكس. قال لنا تاني حاجه ان الانزيم لما بيدخل بيقلل الماجنيتيود اوف ذا رياكشن او اوف ذا اكتيفيشن انرجي، يعني انا لو جيت ارسم مثلا كده
بتقولكم ان الطاقه اللي هيستخدمها الانزيم في الرياكشن اللي هيستخدمها الرياكشن بدون وجود الانزيم فهي دي. طب لما استخدمنا الانزيم الطاقه قلت طبعا، شايفين الطاقه هنا كانت كده، الطاقه هنا كانت قد كده، يعني مثلا لو قلنا 300 هنا هنقول مثلا ايه 200، فشايفين ان ده في وجود الانزيم يا اولاد. الانزيم لما دخل ايه التفاعل الكيميائي قلل الطاقه، ايه قلل طاقه التفاعل بنسبه كبيره، فاحنا عشان كده قلنا ان هو كاتاليست بيدخل التفاعل الكيميائي بيقلل من ايه، بيقلل من طاقه التنشيط وبيزود لي سرعته. طيب تمام، قلنا هو الاكتيف سايت بتيجي السبستريت تمسك فيه وهي والانزيم بيعملوا لي انزيم سبستريت كومبلكس، وبعد كده البرودكت تطلع والانزيم زي ما هو زي بينج تشنج. نفس الكلام عشان من ايه ما تاخرش. بعد كده الكلاسيفيكيشن اوف انزيم، قلنا الكيميكال كلاسيفيكيشن او التقسيمه حسب ايه الطبيعه الكيميائيه لهم، اما قلنا ما يكون سمبل بروتين او كونجوجيتد بروتينز. السمبل بروتينز يا اولاد فهي عباره عن كتله من البروتين، اما الكونجوجيتد بروتين او الهولو انزيم فقلنا ان هي اما جزء بروتيني، ده طبيعي لازم اصلا الانزيم يكون فيه جزء بروتيني، ده بنسميه ابو انزيم، اما النون بروتين بورد فبنسميه كوفاكتور. تمام، بعد كده سايت اوف اكشن، قلنا في انزيمات بتشتغل داخل الخليه بس بنسميهم انتراسيلولار، يعني بتتكون داخل الخليه وبتشتغل في نفس الخليه. موست انزيم ار سيكريتد اند بيرفورم اتس اكشن انسايد ذا سيل، فدول بنسميهم انتراسيلولار، يعني داخل الخليه. كلمه انترا يعني داخل، اما اكسترا يعني خارج. هلك اكستراسيلولار هي انزيمات بتتكون داخل الخليه ولكن بتطلع تشوف شغلها بره. يبقى الانزيم ار سيكريتد باي سيرتن سيلز بات بيرفورم اتس اكشن اكستراسيلولار از مين زي الجسترو انتستينال انزيمز، دول هتاخدهم في ثانيه. يبقى قلنا ايه السايت اوف اكشن انتراسيلولار او اكستراسيلولار. بعد كده اكوردنج تو فانكشن، من حيث وظيفه الانزيمات قسمناهم لكام، لستة او ستة. تعالوا بقى نشوف اول حاجه فيهم اللي هو الاكسيدو ريدكتيزس. ايه هم الانزيمات اللي بنسميهم اكسيدو ريدكتيزس؟ من اسمها اللي بيعملوا اكسيديشن لماده وريدكشن لماده في نفس التفاعل. يبقى كاتالايز بتعمل ايه اكسيديشن فور وان سبستنس وريدكشن لانذر سبستنس، زي المعادله اللي معانا دي، الكحول لما بيجي يمسك الكحول بيمسك في الناد، الناد بياخد من الكحول 2 اتش، فكده الناد حصل له ريدكشن ولكن حصل للالكحول اكسيديشن. ليه؟ لانه فقد 2 اتش، فقد اتش يبقى بيحصل له اكسيديشن، بيحصل له ايه، بيحصل له اكسيديشن وحصل للناد ريدكشن. يبقى كده انا عمل لي جه انزيم اخذ من الناد، اخذ من الكحول 2 اتش واداهم للناد، الانزيم ده بنسميهم اوكسيدو ريدكتيزس، الانزيمات دي بنسميها اوكسيدو ريدكتيزس. اما ترانسفيريزس قلنا دول انزيمات بتعمل ايه، بترانسفير، يعني بتشيل كيميكال جروب فروم وان سبستريت تو انذر، بيشيلوا مجموعه كيميائيه من ماده لماده تانية، زي الانزيمات اللي هتشتغل على اللي هم الهيكسوكاينيزس، دول بيجوا على الهيكسوز ويجيبوا له مجموعه فوسفات من الاي تي بي، يبقى راحوا عند الاي تي بي اخذوا منه مجموعه فوسفات وحطوها على الهيكسوز، الهيكسوز تحول لهيكسوز 6 فوسفات والاي تي بي تحول اي دي بي، يعني الاي دي بي دي بتساوي الاي تي بي ناقص فوسفات. تمام، اما الهيدروليزس فدول برضو انزيمات بتعمل هيدروليزس باي ادينج ووتر، من اسمهم يا اولاد يبقى بيعملوا ايه هيدروليزس باي ادينج ووتر، بيضيفوا ميه، زي الاسيتايل كولين استريز، دول بيعملوا ايه، بيروحوا مثلا على الاسيتايل كولين ويحطوا عليه H2O، فالاسيتايل كولين يتحول لكولين واسيتيك اسيد. خلاص، يبقى احنا قلنا في السلايد دي اكوردنج تو فانكشن، يعني تقسيمه الانزيمات من حيث الفانكشن بتاعتهم، قلنا اوكسيدو ريدكتيزس وترانسفيريزس وهيدروليزس. اوكسيدو ريدكتيز بيعملوا اوكسيديشن وريدكشن، الترانسفيريزس ترانسفير كيميكال جروب فروم وان سبستريت تو انذر، اما الهيدروليزس فبيعملوا هيدروليزس باي ادينج ووتر، اللي هو ايه زي التفاعل احنا قلنا الاسيتايل كولين استريز، دول بيروحوا على الاسيتايل كولين يجيبوا له ميه بيحولوه لكولين واسيتيك اسيد. بعد كده قلنا اللايبيز فده بيعمل ايه ادينج او ريموف الووتر او الامونيا او الكربون دايوكسيد، زي لايز، اللايز دول زي مين كده بالظبط، زي ما قال في الكتاب عندكم استريت لايز، ده اللي بيروح عند الايه، عند الرابطه اللي هي بين الكربون بوند دي بوند يا اولاد. بعد كده ديكربوكسيليزس، ديكربوكسيليزس ريموف كربون دايوكسيد، من اسمها دي يعني يزيل، كربوكسي اللي يعني كربون دايوكسيد، دي برضو هيدراتيز بيشيل الكرب ال H2O، اما الدي امينيز فريموف برضو ايه الامينوز فروم مين السبستريت، بيشيل مجموعه الامين فروم السبستريت. اما بالنسبه للايزوماريزس فدي برضو ترانسفير جروب وسينثيسيس مولكيول، يعني انا عندي مولكيول معين، اي مولكيول اهوت يعني له روابط معينه، مثلا هنا مجموعه الفوسفيت، انا عايز اشيل مجموعه الفوسفيت دي من هنا لهنا. انا قلت لكم الايزومرات يعني ايه، الايزومرات نفس عدد الذرات ولكن بيختلفوا في الترتيب، فانا لما اشيل دي من هنا لهنا فكده ايه سميته ايزومر للماده دي، يعني دي كانت الاصليه لمجموعه الفوسفات هنا، لما شلتها لهنا فتكون لي مركب جديد بسميه ايزومر للايه للاصلي. فايزوماريز دول كاتالايز انتر كونفرجن اوف ترانسفيريز ايزومرز اند فانكشنال ايزومر، برده الموضوع سهل. الايبيميريز كاتاليز دوت انتر كونفرجن اوف ايبيميرز، ماشي. بعد كده اللايجيزس قلنا فورم نيو كوفالنت بوند، بيكونوا كوفالنت بوند جديده باستخدام طاقه، يبقى اهم حاجه فيها ان اللايجيزس دول بيستخدموا طاقه لما بييجوا يكونوا لي الكوفالنت بوند، زي الكربوكسيليزس دول لما بييجوا يكونوا لي رابطه بين الكربون والكربون بيستخدموا الكربون دايوكسيد زي السبستريت كايه كسبستريت. اما بالنسبه للسينثيزس انزيم ذات لينك تو مولكيولز بتربط لي جزيئين مع بعض باستخدام طاقه، يبقى بتبقى معتمده على ايه، معتمده على الطاقه.
اتكلمنا يا ولاد عن ال definition وال properties وال mechanism of action وال classification. هنتكلم بقى دلوقتي عن factors بتأثر على الانزيم. اول factor فيهم هناخدها ال substrate concentration. قلنا العلاقة بين ال substrate concentration وال reaction او velocity يعني سرعة التفاعل الكيميائي. فايه هي علاقة طردية؟ لو زودت ال substrate فالتفاعل سرعته بتزيد الى ان تصل الى Vmax. ال Vmax دي بقى هي نقطة عندها بيكون كل الانزيمات اللي عندنا حصل لها تشبع بال substrate وبالتالي بتفضل ماشية بنفس السرعة، فبنسميها Vmax. نصها بنسميه نص ال Vmax عنده. لما جينا نشوف عند نص ال Vmax جينا نشوف تركيز السبستريت في التفاعل لقيناها مثلا قيمه محدده سميناها كي ام. الكي ام دي بنسميه ثابت مايكل ميلتون، هناخده في السلايد اللي بعدها. المهم في السلايد دي عايزين نعرف ان العلاقه بين الرياكشن فيلوسيتي والسبستريت فهي علاقه طرديه لحد الفي ماكس. نحدد مين لحد الفي ماكس؟ يبقى السبستريت كونسنتريشن والرياكشن علاقه بينهم علاقه طرديه لحد الفي ماكس، زياده او انكريس في الفيلوسيتي. الفي ماكس از ريتشد وين اول ذا انزايم مولكيولز بتكون في الفورم، بتكون كل الانزيمات متشبعه بالسبستريت. قلنا العلاقه بينهم علاقه طرديه لحد ما تصل الى الفي ماكس. وات ذا مايكل ميلتون؟ زي ما احنا قلنا مايكل ميلتون هو السبستريت كونسنتريشن لما تكون سرعه التفاعل الكيميائي نص الفي ماكس. جينا هنا قلنا الانزايم كونسنتريشن او العلاقه بين الرياكشن فيلوسيتي والانزايم كونسنتريشن قلنا ان هي علاقه طرديه، كل ما زود الانزيمات كل ما سرعه التفاعل الكيميائي بتزيد اكتر، فالعلاقه بينهم علاقه طرديه. طب اكتيفيتور من اسمها اكتيفيتور، حاجات هتنشط الانزيم فبالتالي سرعه التفاعل الكيميائي هتزيد، يبقى كل ما زود الكو انزيم او الاكتيفيتورز فالرياكشن فيلوسيتي بتزيد، اهي العلاقه طرديه. قال لنا الانهيبيتورز برضو من اسمها انهيبيشن، بتعمل انهيبيشن لمين؟ بتعمل انهيبيشن للانزيم وبالتالي بتقلل شغل التفاعل، بتقلل شغل الانزيم، بتقلل سرعه التفاعل الكيميائي. فالعلاقه بين الرياكشن فيلوسيتي والانهيبيتورز دول بتكون علاقه عكسيه، يبقى كل ما زاد الانزيم انهيبيتور كل ما قل الرياكشن. علاقة ايه؟ علاقة عكسية. البرودكتس يعني الانتاج، كل ما زاد الانتاج كل ما المصنع قل شغله شوية، عما ايه؟ عما الانتاج ده يتوزع. يبقى irreversible reaction يعني اول ما البرودكتس دي تتوزع وتقل هنا الرياكشن ده يرجع يزيد تاني، يعني علاقة reversible. ده لو قلت كميته ده هيزيد تاني. البرودكتس لو زادت فبيحصل slowing او stoppage or even reversible of the reaction. لو زادت البرودكتس قل شغل الانزيم، ليه؟ عما بس توزع الكمية دي وتاني وارجع تاني اشتغل اكتر. اما التمبريتشر فقلنا العلاقة بينهم علاقة طردية لحد ما بتوصل في معظم الانزيمات لدرجة حرارة 37، بنسمي عندها درجة الحرارة optimum temperature بتكون 37 في الاغلب. هو هنا عملها 40 بس هي في الاغلب بتبقى 37. من بعدها لو جيت ادود درجة الحرارة على التفاعل اللي معايا فشغل الانزيم هيقل، يعني الفيلوسيتي بتاعة الرياكشن هتقل لحد درجة حرارة 56. هيبدأ يحصل للانزيم denaturation، يعني هيحصل فيه تشوه عند الاكتف سايت، المكان اللي بتمسك فيه السبستريت على الانزيم بنسميه اكتف سايت. يبقى بيبدأ يحصل ايه؟ denaturation عند درجة حرارة 56. بنقول لك عند الزيرو، عند الزيرو شغل الانزيم بيبقى لسه ما بدأش خالص، نو اكشن، يعني بيبقى لسه ما فيش اي شغل عند الزيرو. بتبدا تزيد درجه الحراره لحد ما بتوصل ل اوبتيمم تمبريتشر في اغلب الانزيمات 37، في اغلب عند اغلب الانزيمات 37. بعد كده بتبدا ايه؟ كل ما بتزود درجه الحراره، كل ما بنزود درجه الحراره هنا التمبريتشر، كل ما زودتها كل ما الفيلوسيتي بتقل تقل 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 الى ان توصل مثلا 56. عند 56 بيبدا يحصل ديناتوريشن للانزيم. يعني ايه ديناتوريشن للانزيم؟ يعني تشوه عند الاكتف سايت. طب لو انا جيت اقللها عن 37، يعني شوفوا دي مثلا 37 او 40 زي ما معمول عندنا وصل لاقصى قيمه، كل ما بتقلل درجه الحراره برضو كل ما الفيلوسيتي بتقل. طب لو جيت زودتها كل برضو ما الرياكشن فيلوسيتي بتقل، تمام؟ يعني هي عند 37 اقصى قيمه، اي زياده او اي نقص بيقلل سرعه التفاعل الكيميائي. اما البي اتش، قلنا البي اتش فكل انزيم له بي اتش معين، مش زي التمبريتشر في معظم الانزيمات بتكون 37، لا هنا معظم الانزيمات اتش انزيم بيكون له بي اتش معينه. وبرضو الانزيمات البي اتش زي الحراره بالظبط، يعني بتفضل تزيد لحد ما بتوصل للاوبتيمم بي اتش. بعد الاوبتيمم بي اتش شغل الانزيم ده بيبدا يقل تاني. وفي انزيمات احنا قلنا كل انزيم له ايه؟ له بي اتش معينه. ففي انزيمات بتشتغل في وسط حمضي وانزيمات بتشتغل في وسط قلوي زي البيبسين اللي بيشتغل في المعده، فده عند ايه البي اتش بتاعته بتكون 2. اما الاميليز فالبي اتش بتاعته بتكون 7. يبقى اوبتيمم بي اتش از ذا بي اتش ات ويتش ان الانزيم از اوبتيمالي اكتيف. دي الانزيم بيكون ايه؟ اوبتيمالي اكتيف، خلاص جاب اقصى سرعه عنده، اقصى سرعه يقدر عليها الانزيم، وتكون كل الانزيمات متشبعه بالسبستريت عند ايه؟ عند الاوبتيمم بي اتش. دي اي زياده او اي نقص في البي اتش فشغل الانزيم بيبدا يقل. عند سترونج اسيديتي مثلا او السترونج الكلاين، يعني انزيم بيشتغل في الكلاين عالي حطيته في سترونج اسيديتي طبعا هيحصل له ديناتوريشن زي الثانيه، وهنا بتكون برضو ايرفيرسبل وهناك برضو بتبقى ايرفيرسبل. يعني ايه ايرفيرسبل؟ يعني حصل له ديناتوريشن استحاله يرجع لاصله ثاني، هيبقى ان اكتف خلاص. الالستريك ريجوليشن، قلنا اول حاجه سام انزيم كونتين ان الستريك سايت بالاضافه لمين؟ للاكتف سايت بتاع. يعني بعض الانزيمات عارفين ان لها اكتف سايت بتمسك فيه الستابستريت، بيقول لك بيبقى لها ثاني حاجه اسمها الستريك سايت. هنا قال لك هتمسك فيه ماده اما تكون محفزه لشغل الانزيم يا اما تكون مثبطه للانزيم، يبقى اما تكون محفزه اما تكون مثبطه للانزيم. فبيقول لي سام انزيم كونتين ان الستريك سايت اذر ذان ذا اكتف سايت بايندنج اوف الستريك اكتيفيتورز تو ذا الستريك سايت. بتعمل ايه بقى؟ كونفورميشن تشينج ان ذا اكتف سايت، بتغير لي في الاكتف سايت، بتروح على الاكتف سايت ده بتغير لي في ايه؟ في المعالم بتاعته. فاما هتكون مشجعه لشغل الانزيم تزود شغله، يعني الاختلاف اللي حصل في الاكتف سايت ده اما يكون محفز او يكون ايه؟ بيعمل انهيبيتور للانزيم. لو هنا اكتف سايت وعملت لها اكتيفيشن
ذات في فولمور سبستريت بايندينج بتخلي سبستريت كتير تمسك في الاكتيف سايت ده وبالتالي بتزود لي شغل الانزيم. اما لو كانت انهبيتور، ان احنا مسكنا في ماده كانت انهبيتور يعني بوظت لي الاكتيف سايت ده وخلت السبستريت مش قادره تمسك فيه، او بتقلل لي ارتباط السبستريت بمين بالانزيم، فدي بتقلل لي الاكتيفيتي بتاعه الانزيم. الستريك انزيم كاتالايز بتبقى ريفرسبل، يعني الانزيم لو اتغير برده، لو اتغير برده الاكتيف سايت بتاعه مش بيرجع تاني للاصل، يعني بقى ان اكتيف خلاص استحاله يرجع اكتيف تاني. الستريك انزيم فريكوينتلي كاتالايز ايرلي ريد ليميتنج ستيب ريفرسبل رياكشن ميتابوليك باث واي از ذا كي انزيم اور ذا ايم اور ذا ريد ليميتنج انزيم اوف ذا ميتابوليك باث واي. بعد كده الستريك فاكتورز برده فاكتورز قلنا ايه، ار يوجوالي ذا اند برودكتس، بتكون الاند برودكت ربما لانك ده كده ريفرسبل، العمليه دي بتبقى ريفرسبل وانها بتعمل فيدباك، اما لو انهيبيشن يبقى بتوقف لي شغل الانزيم، مستحيل الانزيم يرجع اكتيف تاني. هنا برضو زي ما احنا قلنا في هنا لو الاكتيف سايت فده ايه، ده الالستريك سايت، هتيجي في ماده تمسك فيه اللي هي الانهيبيتور وبالتالي هتعمل لي انهيبيشن للانزيم الستريك انهيبيشن. وهنا برضو لو كانت اكتيفيتور فهتبقى الستريك اكتيفيتور. بعد كده الكوفيلنت موديفيكيشن، قلنا الكوفيلنت موديفيكيشن دي هي عمليه زياده او نقص، عمليه بوست كده تشجيع او يعني زياده او نقص شغل الانزيم اكتيفيتي بتاعته باي اديشن اور ريموفال اوف ا جروب ان بروتين بورشن اوف ذا انزيم باي انزيم ذس جروب، يعني في انزيم تاني بيجي يحط لي على الانزيم اللي انا عايز اشغله ماده تانية، الماده التانية دي ربما تكون اكتيفيتور برضو او انهبيتور. ذس جروب از اتاتشد باي كوفيلنت بوند تو امينو اسيد اوف ذا انزيم. بعد كده ذا اديشن اور ريموفال ذس جروب تشينج ان بايندينج اكتيفيتي تو سبستريت، يعني بتغير في الاكتيف سايت بتاع ايه، بتاع الانزيم اللي هتيجي السبستريت تمسك فيه. قال لنا ذا موست امبورتنت جروب ده ار الفوسفات والميثايل، المواد اللي بتيجي تمسك في الانزيم بتغير في الاكتيف سايت بتاعه وبتمسك بكوفيلنت بوند، بتبقى زي الفوسفات وزي الميثايل يوريدين وايه وادينين واي دي بي ورايبوز اي دي بي رايبوز. تمام يا اولاد. بعد كده الاكزامبل على الكوفيلنت موديفيكيشن، قلنا ريفرسبل بروتين فوسفوريليشن reversible protein phosphorylation most common type of the covalent modification enzyme addition or removal of this group، بتغير لي من الافينيتي تو سبستريت، افينيتي دي يعني قدره الانزيم ان هو يمسك فيه السبستريت. قال لنا زي البروتين كاينيز ده بيعمل فوسفوريليشن، والفوسفيتيز من اسمها فوسفيتيز يعني بتعمل دي فوسفوريليشن، ايز اللي في الاخر بتساوي دي، فبتايه فبتزيل مجموعه الفوسفيت اللي حطها البروتين كاينيز. البروتين كاينيز بيعمل فوسفوريليشن يعني بيضيف مجموعه فوسفيت، اما الفوسفيتيز فبيشيل مجموعه الفوسفيت دي. قال لنا في حاجات بتزودهم او بتقللهم، ده يعني هرمونات بتزود الشغل او بتقلل الشغل. قال لنا زي ايه كده، قال لنا زي هرمونات تروح تزود لي الادرينال سايكليز فيزود لي سايكليك اي ام بي فتزود لي شغل من البروتين كاينيز يعني يعمل فوسفوريليشن اكتر للانزيم، او هرمونات برده تروح تقلل لي السايكليك اي ام بي فتقلل لي شغل البروتين كاينيز وتعمل يعني دي فوسفوريليشن. يعني معنى كده مين اللي بيشتغل دلوقتي؟ الفوسفيتيز تعمل دي فوسفوريليشن. اما البرو انزيم ده المثال الثاني على الكوفيلنت بوند اللي هو الزايموجين يا اولاد، اكتيفيتد باي ليميتد بروتيولايز. قال لك البرو انزيم او الزايموجين از ان اكتيف اوف ذا انزيم، يعني بيكونوا ان اكتيف باي كاتنج سام سبيسيفيك بيبتايد بوندز، ان احنا نقطع بعض البيبتايد بوندز بتغير لي من الكونفورميشن اوف ذا انزيم تو بيكم اكتيف انزيم. يعني في بعض الانزيمات لو انت قطعت منها اجزاء، لو قطعت من الاحماض الامينيه المتصله، احنا عارفين ان الانزيم عباره عن بروتين يعني احماض امينيه مرتبطه مع بعضها بايه ببيبتايد بوند، لو انت قطعت شويه منهم الانزيم ده بيبقى ايه، بيبقى اكتيف انزيم، واستحاله ان هو يرجع ان اكتيف تاني لان العمليه بتكون ريفرسبل زي ما قال لنا بعدها كده. البروتيولايزز يا اولاد بروتيولايزز لانها بتروح تقطع من اجزاء البروتين اللي هي البيبتايد بوند اللي بين الامينو اسيد المكونه الجزء البروتيني في الانزيم، او ربما يكون الانزيم ده سمبل فكله بروتين، بتكون ريفرسبل. قال لنا زي مين، البيبسينوجين، البيبسينوجين ده بيكون ان اكتيف، اما بنقطع منه شويه روابط بيتحول لبيبسين، البيبسين ده بقى بيكون اكتيف انزيم شغال في المعده والبيبتايد بوندز بيطلعوا معاهم. تمام. بعد كده ده الكوفيلنت موديفيكيشن، قال لنا دي فوسفوريليشن بروتين عايز احوله لفوسفوريليتد بروتين، يعني اتحط عليه مجموعه فوسفيت فانت هتستخدم الكاينيز. طب انا عندي الدي اللي هو الفوسفوريليتد بروتين اللي عليه مجموعه فوسفيت، عايز اشيل مجموعه الفوسفيت، بتتشال بالفوسفيتيز، مجموعه الفوسفات بتروح تتحط على الاي دي بي بيتحول لاي دي بي، وهنا مجموعه الفوسفات بتتاخد من الاي تي بي، يعني هو الاي تي بي والاي دي بي. بعد كده اما الزايموجين يا اولاد، الزايموجين قلنا بنقطع اي مجموعه اهيت مثلا، هو تقريبا قطع دي بقى لما تقطع تتحول لكو انزيم زي مين، البيبسينوجين لما بيتحول لبيبسين. تمام قوي. بعد كده نشوف بقى الانزيم انهيبيتورز، انزيم انهيبيتورز ريفرسبل انهيبيتورز او ريفرسبل انهيبيتورز. الانزيم انهيبيتور اما ريفرسبل بيكونوا كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف وان كومبيتيتيف، اما الريفرسبل سبيسيفيك وي سويسايد. بعد كده ريفرسبل انهيبيتورز اللي هم الكومبيتيتيف انهيبيتور ونون كومبيتيتيف انهيبيتور وان كومبيتيتيف انهيبيتور، هو نفس السلايدات بس انا بكرر عشان ايه تتحفظ اكتر. بسرعه كده نقول الكومبيتيتيف، ركزوا في الحاجات اللي انا عاملاها باللون الاحمر دي، تكون سيميلر في الستراكشر بتاعها والسبستريت، يعني الانزيم متشابه مع السبستريت، الانهيبيتور اللي جاي ده الانهيبيتور اللي جاي يمسك في الانزيم بيكون متشابه مع السبستريت، فالانزيم ما بيبقاش عارف يفرق بينه وبين السبستريت فبيمسك في مين، في الانهيبيتور، فشغل الانزيم بيوقف في حين ان انا عايزه اصلا يمسك لي في السبستريت، فدلوقتي الرياكشن بيكون قل. تاني حاجه هو كومبيت بيتنافس مع السبستريت لان عند المين عند الاكتيف سايت اللي هيمسكه عنده، ليه؟ لان السبستريت زي ما قلنا كده بتكون سيميلر تو الانهيبيتور بايند تو ذا فري انزيم، طبعا لازم تروح تمسك لي في فري انزيم ما يكونش ماسك في السبستريت، قلنا بتزود لي السبستريت تقدر تتغلب على الانهيبيتور ده، ان نزود الكونسنتريشن بتاع السبستريت في الرياكشن بالتالي هتقدر تتغلب لي على مين، على الانهيبيتور ده. طب ايه بقى اخبار الفي ماكس والكي ام؟ الفي ماكس مش بتتغير، انا ما غيرتش الفي ماكس، الانزيم هيفضل برضو شغال، هو مش عارف اللي ماسك فيه انهيبيتور ولا
سبستريت، فالفي ماكس اللي هيوصل لها ايه الانزيم هتفضل ثابته، يعني هنا الفي ماكس اهيت، والفي ماكس لما ايه لما الانهبيتور مسك فيها فالفي ماكس نفس الفي ماكس، اما الكي ام اتغيرت، الكي ام دي الاولى اهيت، الكي ام الثانيه الكي ام دي، فبالتالي الكي ام حصل لها ايه زياده في الكومبيتيتيف، الكي ام هي اللي زادت، يبقى مين اللي زاد في الكومبيتيتيف؟ الكي ام هي اللي زادت. قلنا سيميلر، قلنا كومبيت مع السبستريت، قلنا بتمسك في الفري انزيم تقدر تو اوفركم الانهبيشن، ده ان احنا لو زودنا السبستريت كونسنتريشن قلنا الفي ماكس بتفضل ثابته والكي ام هي اللي بتزيد. بعد كده الكومبيتيتيف انهبيتورز اكزامبل، قلنا عندنا الدوكيومرول بيمسك مع الفيتامين، لا مش بيمسك، هو متشابه مع الفيتامين كي في ايه في التكوين بتاعهم، فالفيتامين كي دوت كان بيكون اللي هم يا اولاد كان بيدخل يا اولاد في الكو اجولانس اللي هم ايه عوامل التجلط في الجسم، فلما الدوكيومرول يجي يمسك في الانزيم اللي كان بيشغل الفيتامين كي بالتالي هي ايه هيمنع تكون الكو اجولانت دول، فهو كده انتي كو اجولانت يعني مضاد لعوامل التجلط بيعمل سيوله في الجسم. الميثوتريكسيد بيكون متشابه مع الفوليك اسيد بيروح يعمل انهبيشن، الفوليك اسيد ده كان بيستخدم في ايه في الدي ان اي سينثيز، دلوقتي مش هنعمل دي ان اي سينثيز لان الميثوتريكسيد جه مسك في مين في الاكتيف سايت بتاع الانزيم اللي كان بيشغل الفوليك اسيد، وبالتالي قلل لي شغل قلل لي تصنيع الدي ان اي، فالخلايا مش هيحصل لها سيل ديفيجن، فهيكون انتي اقدر استخدمه في انتي كانسر، يعني ايه في الكانسر بتكون عدد الخلايا المتكونه كتير، فانا عايز اقلل مثلا الخلايا اللي بتتكون دي، فهو كده بيشتغل كايه كانتي كانسر ان هو الميثوتراكسيد. السلفوناميد بيكون متشابه مع البار امينو بنزويك اسيد اللي هو مركب بابا دوت، قلنا بيعمل ايه بيروحوا برده يمسكوا في بيروح السلفوناميد يمسك في المكان المفروض المركب بابا دوت يمسك عليه يمسك فيه على الانزيم، وبالتالي بيقلل لي شغل البابا، البابا ده كان بيبقى في البكتيريا زي الفوليك اسيد بالظبط. تمام، بعد كده الالبيورينول بيكون متشابه مع الهايبوزانسين، دي معايا لها سلايد بعدها. الهايبوزانسين كان بيتحول لزانسين باستخدام الزانسين اوكسيديز، الزانسين اوكسيديز بيرجع تاني يشتغل على الزانسين بيحوله لي اليوريك اسيد، اليوريك اسيد ده بقى لو تراكم، ده لو تراكم في الجسم بيعمل لي مرض اسمه الجاوت، مرض النقرس، فمرض النقرس ده بقى احنا عايزين نقلله، انا عايزه اقلل اليوريك اسيد هجيب ماده غير الزانسين تمسك في الاكسي في الزانسين اوكسيديز بنسميها الالبيورينول، يبقى الالبيورينول ده بيستخدم في علاج الجاوت، يبقى كل اللي قلناه ان الدوكيومرول بيمسك في الفيتامين كي وبالتالي بيعمل كانتي كوجولنت، اما الميثوتراكسيد بيعمل كانتي كانسر لانه بيمسك بدل لانه متشابه مع الفوليك اسيد. السلفونامايد متشابه مع البار امينو بنزويك اسيد، فبيعمل بلوكينج الكونفرجن اوف البابا ان بكتيريا تو فوليك اسيد، بيمنع تحول البابا لفوليك اسيد وبالتالي هيمنع تكون الدي ان ايه في مين في البكتيريا فتموت. بعد كده الالوبيورينول بيكون متشابه مع الهايبوزانسين فبينهبت الزانسين اوكسيديز ان هو يشتغل على الهايبوزانسين، سو الالوبيورينول ده بيستخدم في علاج الجاوت دي قلنا. بعد كده النون كومبيتيتيف قلنا بيكونوا عكس الكومبيتيتيف بالظبط، يعني ايه يعني بتكون سيميلر تو سبستريت، تاني حاجه دونت كومبيت لانها اصلا مش متشابهه. قلنا ريفرسبل بايند تو انزيم، يعني لما بينزقوا في الانزيم ينفع تاني ان انا اشيلهم، لكن التانيين ما كانش كان ينفع لو انا ايه لو انا جبت سبستريت، لو زودت الكونسنتريشن بتاع السبستريت هنا برده ريفرسبل، قلنا بيمسكوا في فري انزيم التانية او يمسكوا في كومبلكس لانها مش تمسك خالص من عند الاكتيف سايت، زي تشينج الكونفرجن اوف ذا انزيمز وذا اكتيف سايت از نو لونجر فولي فانكشنال، بالستريت مهما تزيد مش بتقدر تتغلب على الانهيبيشن، ذا رياكشن از سلويد بات نوت هولدد، يعني بيقل شغل التفاعل الكيميائي، يعني الشغل الرياكشن الرياكشن معايا ده الفيلوسيتي بتاعته بتبدا تقل ولكن مش بايه مش بيتوقف تمام، بيفضل شغال بس بطيء. الاكزامبل هيفي ميتال، زي الهيفي مين الهيفي ميتال، تعالوا نشوف الكي ام والفي ماكس، قالنا هنا بقى الكي ام هي اللي ثابته لكن الفي ماكس بتزيد، زي الرسمه اللي قدامكم دي كده، الفي ماكس هنا ايه قلت، هنا الفي ماكس قلت لكن الكي ام ثابت، الكي ام هو الكي ام في الاثنين الكي ام ثابته. بعد كده قلنا الانكومبيتيتيف انهيبيتور دي ارنت سيميلر برضو ان ستراكشر، زي بايند ريفرسابلي تو ذا انزيم سبستريت كومبلكس، يعني معنى كده ان هي مش بتمسك خالص في فري انزيم، لازم تروح للانزيم وهو ماسك في السبستريت بتاعته، بتمسك من مكان تاني غير الاكتيف سايت وبتبدا تغير وبتبدا تعمل انهيبيشن لمين للسبستريت دي، انهيبيشن للانزيم، زي دونت هاف افينيتي تو فري انزيم، مش بتمسك في مين في الفري انزيم، لازم تكون الانزيم ماسكه في سبستريت. اكزامبل عليها انهيبيشن اوف ايه اوف الايزوستريت دي هيدروجينيزس اللي بتبقى موجوده في الكريبس سايكل باي الفا وجلوتريد. هنا برضو الجدول ده بيقارن لي بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف والان كومبيتيتيف على اهم الحاجات، قلنا هنا سيميلر نوت سيميلر، وفي الان كومبيتيتيف بتكون نوت سيميلر، الكومبيتيتيف بتكون كومبيت لكن النون كومبيتيتيف دونت كومبيت لانه نوت سيميلر، قلنا الكومبيتيتيف بيمسك في فري انزيم، النون كومبيتيتيف في فري انزيم او انزيم سبستريت كومبلكس، اما الان كومبيتيتيف انزيم سبستريت كومبلكس، كده كده لازم يروح يمسك في انزيم ماسك في السبستريت بتاعته. قلنا في الكومبيتيتيف السبستريت تقدر تتغلب لو زودت الكونسنتريشن بتاعها، اما في النون كومبيتيتيف ما تقدرش والان كومبيتيتيف برضو ما تقدرش. قلنا امثله الكومبيتيتيف اللي هم الدوبيومرول والالوبيورينول وايه وال السلفونامايد والميثوتريكسيد، قلنا دول الدراجز يعني، اما النون كومبيتيتيف زي الهيفي ميتال، اما الان كومبيتيتيف في الكريبس سايكل بس. بعد كده الريفرسبل، دول بقى في منهم جروب سبيسيفيك الريفرسبل انهيبيتور او سويسايد اي انهيبيتورز، الريفرسبل دول بيكونوا زي بايند فيري تايتلي تو انزيم، بيبقوا ماسكين جامد جدا في الانزيمز وكوفالنت لينكج سو نوت ايز ديسوشيت، عشان كده اسمهم الريفرسبل يا اولاد، الحاجه اللي هتحصل في الانزيم مش هينفع ارجع الانزيم تاني لاصل ذا اكتيف سايت اور اذر بايندينج سايت اوف ذا انزيم. بعد كده الجروب سبيسيفيك قلنا ايه
عندنا react with the specific R group of the amino acid that play an important role in catalysis, substrate binding or maintenance of the enzyme's functional conformation. زي ما شرحناها بعد كده قلنا الايه زي الامثله بتاعتها الداي ايزوبروبايل فلورو ايه فلوروفوسفيت ده اللي هو نيرف جاز بويزون. دي اهم حاجه قلناها فيه. بتعمل ايه توكسيك اكيوميليشن اوف اسيتايل كولين. دي بتشتغل على الاسيتايل كولين وبتعمل لي اكيوميليشن لو كتير جدا فبتبقى توكسيك على بتبقى في النيرف بتعمل نيرف جاز بويزون. تمام نيرف جاز ايه بويزون. الماده دي بنسميها دي اي اف بي او داي ايزوبروبايل فلورو فوسفيت. تاني حاجه عندنا في الهيفي ميتال زي مين زي الرصاص والفضه والزئبق قلنا بتكون الريفرسبل. طبعا هي الجروب دي من الريفرسبل انهيبيتورز بيمسكوا في الاس اتش جروب قلنا علشان ما خليش الحاجات دي تمسك في الانزيم وتوقف لي شغله بنستخدم بال اللي هي البريتش انتي لويسايت. تمام بس ده المهم يعني جروب سبيسيفيك اعرفوا لي دي واللي هي الداي ايزوبروبايل بيعمل توكسيك اكيوميليشن اوف اسيتايل كولين نيرف جاز بويزون. وقلنا الحاجات اللي هو الرصاص والزئبق الرصاص والفضه والزئبق دول علشان امنع ان هم يمسكوا في الاس اتش اللي موجوده على الانزيم ويوقفوا لي شغله استخدم بال. دول جروب سبيسيفيك ريفرس. اما سوسايد بقى اساب ستريت انالوج اوف انزيم. يعني انا عندي دلوقتي انزيم اشتغل على سب ستريت طلعت لي برودكت. البرودكت اللي ده طلعت دي رجعت وقفت لي شغل الايه الانزيم يعني خالص والله اللي هو بعد ما الانزيم يعني شغلها وقفت شغله تاني. اساب ستريت انالوج اوف انزيم سينثيز انهيبيتور تو ذات انزيم. الانزيم اللي طلعها وخلاها اشتغلت رجعت تاني وقفته وعملت له انهيبيشن تاني. ذس بروسس از كولد ليسل سينثيز. ماشي قالك ذس انزيم نورمالي اندوس انذر رياكشن ان ذا بودي. ذا انهيبيتور بايند تو ذا اكتيف سايت اوف ذا انزيم ويتش سينثيز ات وير ات موديفايد باي ذا انزيم تو برودوس رياكتيف جروب ذات رياكت باي ريفرسبل كوفالنت بوندينج تو ذا انزيم تو فورم مين انهيبيتور انزيم كومبلكس. ذس انزيم كانت اكت اون ذا نورمال ساب ستريت ذات ات اكتس اون ايه اون نورمالي اوف ذا بودي. بعد كده قلنا نورمالي ذا انزيم ذا زنسين اوكسيديز اللي احنا اخذناه في السلايد لوحده كاتاليز ذا فورمينج رياكشنز ان ذا بودي. ان انا ار بيورينول اذ استراكشرال انالوج اور هايبوزنتين از كونفرتد ان ذا بودي باي زنسين اوكسيديز تو اروزنتين اللي هو احنا بنسميه برضو اوكسي بيورينول. دي بنسميها ليسل سينثيز. اما الاروزنتين بايندز باي اكوفالنت ريفرسبل بوند تو زنسين اوكسيديز فورمينج انزيم انهيبيتور كومبلكس. بتعمل ايه انهيبيتور يعني الارو بيورينول بعد ما مسك في الانزيم طلع لي اروزنتين. الاروزنتين البرودكت اللي نتجت دي راح التاني مسكت فيه الانزيم اللي هو الاوكسيدو ريدكتيز اوكسيد الزنسين اوكسيديز راحت الاروزنتين مسكت في الاكسيدو في الزنسين اوكسيديز وعملت له انهيبيشن. عملت الزنسين اوكسيديز انهيبيشن يبقى يجي يقول لي الاروزنتين بتعمل انهيبيشن لمين للزنسين اوكسيديز من اسمها. قلنا العمليه دي اصلا بنسميها ليسل سينثيز از ذا سينثيز اوف اي اوف انزيم انهيبيتور ان ذا بودي. طبعا تمام هنا الاروبيورينول اهوت لما تحول الاروزنتين باستخدام الزنسين اوكسيديز بعد كده الاروزنتين عملت انهيبيشن للانزيم اللي هو الزنسين اوكسيديز. وقلنا يا جماعه ان هي اي صور اروبيورينول انهيبيتس اليوريك اسيد فورميشن هناك ضمن باي انهيبيشن اوف الزنسين اوكسيديز باي تو ميكانيزم اما ريفرسبل يا اما ريفرسبل. يبقى كده الاروبيورينول لما عملت انهيبيشن لليوريك اسيد فورميشن باي انهيبيشن اوف الزنسين اوكسيديز عملتها بتو ميكانيزم ريفرسبل كومبيتيتيف انهيبيشن وريفرسبل سوسايد انهيبيشن. دي هتيجي باذن الله. تمام بعد كده قلنا انزيم ريجوليشن قلنا شورت تيرم ريجوليشن ولونج تيرم ريجوليشن. لو شورت تيرم فالالستركي والريجوليشن وكوفيلنت ايه موديفيكيشن. طب لو لونج تيرم ريجوليشن اندكشن اوف انزيم سينثيز اور ريبريشن اوف انزيم سينثيز. وكده المراجعه كمان خلصت. التوتوريال كله ايه كله خلص. بتمنى بجد ان انا اكون قدرت اساعدكم في اي في فهم التوتوريال. لو احتجتوا اي حاجه ابعتوا لنا واتمنى تكتبوا في الديسكريبشن اي حاجه شايفينها ان هي مش عاجباكم او اي حاجه عايزين تكتبوا يعني اي ملاحظات شفتوها وتقدروا تساعدونا بيها. بصراحه انا بستفيد جدا من كتاباتكم في الديسكريبشن في الفيدباك. فايه بتمنى بجد والله تكتبوها واتمنى اني اكون قدرت اساعدكم في فهم التوتوريال. واتمنى دايما نسمع عنكم كل خير وربنا يوفقكم في امتحان بكره ويكون خير عليكم يا اولاد باذن الله. ما تقلقوش يعني كله خير وكله بيعدي. ربنا معاكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.